بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه أمين. الباب 28 في ذم الجاه والرياء. أعلم أن الجاه محبوب القلوب، فلا يسمح بتركه إلا الصديقون. هذه أكثر ما يمتلك فيه الأمراء الزعماء وما شابه ذلك. في بعض النساء بيجوا يكدون كيان بيشوا التنشونات بيشوا كويس بيعملوا كذا تيجعلوا حال أن قيادة تارك القلوب، ما يمكن لو قلب إلا أدنى مقلب النفس أدنى من نفسه. وقال طالب الله ما في شيء عبي دماغه، لا كبير ولا شنشونة ولا لبس ولا قرقرة أبدا أبدا. أعلم أن الجاه محبوب القلوب، فلا يسمح بتركه إلا الصديقون. ولذلك إلى آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، يعني بيدخل بالرئاسة الأتقياء مثل إبراهيم وجعلني للمتقين إماما وهكذا. لكن ما مراده بدي لاحظ هناك الحق أراده في ذلك. أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هذا معصوم يشهد أن الله جعله إماما، جعل إمام الأتقياء، ولكن ما بدأت حاله هو إمام، لا الحق جعله. هالأمر هذا بده يلاحظ، ضروري يلاحظ الإنسان. إذا لاحظ الله سبحانه وتعالى هو جعل ذلك، هذا لا بأس به. ونبين الغرض من ذلك بفصول. اعلم أن أصل جاه هو انتشار الصيت، وهو مسموم إلا لمن شعره الله تعالى لنفس دينه، كالعارف كالأنبياء كالرسل، هذول الحق هو جعلهم. ما بشهدوا هن حال شيء، بشهدوا الحق. وين بياخذوا؟ وين دخل رقبتك؟ دخل وين؟ كنت جاء قبل كنتوا بناتي اللي بده يجي، ما هو بده قبل الناس، مو بده يحط يكون انا قلت على طب ما اشوف هالبعيد. هكذا بناتي اللي بده الله، ما في حدا في الوجود لسه على قلبه ابدا، لا كبير ولا صغير. انا ما صدق قلبي الا محمد بس، غيرهم كل البشر ما حدا صدق قلبي، لانه ما حدا عبد دماغي في الحقيقه. بدي انا النزاهة، لا لا النزاهة بدي تخرج عننا، هكذا اريد. بدي كرم، بدي شجاعة، بدي هذه موجودة عند الكمل، عند الطيور، بدي هذه القضايا. فالانسان ما بتطلب ان يكون على زين جاهه على زين، لا، الا اذا كان واطي نفسه واطي، بتطلب ان يكون زعيما او يكون كذا. في بعض زعماء بعض زعماتكم زعام فشي فلتانين حقيقة فشي. لا الزعيم هاي اللي بقدم ماله قبل كل شيء، بقدم نفسه، بقدم ذراته، بخدم. يمكننا في الحجاز سنة 41 هجري كان ما في لا سيارات ولا طيارات، ما في غير جمال، وانا كان عادتي احب المشي. ورد من 16 سنة هيك شيء تقريبا، وإلا ما بقى ماء. مع الحجاج كلهم اجى واحد قال لي شيخي عندك ماء؟ انا صغير لحجي هيك يمكن، قلت له نعم، وعند الجود معلق في الجمل، قلت له خذه. اجى اخذ بقه براسه، قلت له خذ اكثر، قال لك كفاني بق. وهكذا بناتي بالدوار حج
بيكون شاب قوي تقول عنده مال، مو معنى واحد يروح يكون عنده دول، لا، اللي موعد فرضه بيروح مهما كان ولو طمد الأذن يكفي. لكن في ناس حجوا 10 12 15 20 حجة، هاي ليش الحجة؟ طول الفقراء، الرسول مو بدك رسول يرضى، الرسول معك بس ما عنده الحجاب بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، المعصوم ما عنده. فاللي بده يعمل زعامة في الشيء ما في فائدة، الزعامة الحقيقية بدك تقضي مالك وتقضي قوتك وتقضي كل شيء اللي الله أعطاك إياه، ومو بتشهدي من عندك، ها كله من عنده، نحن ما عندنا شيء أبدا أبدا. خلقنا من نطفة خلقه، كلياتنا خلقنا من نطفة، والحق سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة، كل شيء من الرد إلى الله، الحق هو جعلنا كذا وكذا وكذا بأمره سبحانه وتعالى. أعلم أن أصل الجاه هو انتشار الصيد، وهو مسموم إلا لمن مسموم قبل الكمال بخمل حج محمد صدق خمل هي له، لا والله ما لا نملك شيئا، نحن بنعرف اذا راسنا وجعنا، اذا جعنا، اذا عطشنا يا وقت نظامنا، نعرف حالنا فقيرين الى الله كما الحق سمانا، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ما نسد اذا جعلنا الحق، لا هو جعلنا مو نحن، هو أراد، هو حكيم، هو عالم، هو عليم، هو علام، وضع الأشياء في معناها. بقى لك صدفة يزدت رأسك، صدفة ايش صدفة؟ في صدفة؟ كان كل شيء عندهم بفقدها جاء صدفة؟ ما بيعرفوا جاهلين، والحق ما بيأخذوا، ما بيعرفوا. قال أنس قال صلى الله عليه وسلم حسن امرئ من الشر إلا من عصمه الله تعالى أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه. الناس بالشيفان، هو حاج محمد صدق هيك مخمل حاله إنه صحيح، لكن إذا إلا ما عم قول إلا رسول الله ما لك هدول، لكن الآخرين دياكم تلسوا، لا ليش تلسوا في بعض ناس بلسوا لبسات كويسات الناس يجيبوا قلوب الناس إليهم، هذا لا يكون أبدا. والموت هلا بيجي معنا، والموت بما خلى لا زعيم ولا معين ولا كبير ولا صغير أبدا إلا أخذه الله. وقال علي رضي الله عنه تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لكي تسكر وتعلم، واكتم واصمت تسلم وتسر الابرار وتغيظ الفجار. انسان هذه كله بالسالك مو في الكامل، الكامل لا كله بالسالك، لازم ما يظهر حاله ولا يعني يسوي قدامه عباده كمره واحد متعبد، ولكن كبير من المتعبدين اجى عند الشيطان صوره انسان. هذا الشيطان الأبيض، هذا أقوى الشياطين الثلاثة، إن الشياطين يا شيطان هبل هذا الكبير وأولاده جماعته، يا أما في شيطان أبيض هذا الشيطان الرسل اللي طال عارفين، وفي شيطان نمنون بسميه اللي خلق بين الشيطان الإنسي وبين الشيطان الجني. هذا الشيطان الأبيض إجا قال له لواحد دخلنا قال له أول شيء أتعبد عندك، قال اطلع 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 برا. هذا طلع قدامه صار يجد السجد شهر، يقف على اصباطه شهر، هذا طار عقله من المتعبد. قال له ادخل، ما رد عليه، ما رد عليه، اخذه بدون شعور. لازم يعرف الله عنده كل شيء، في الملك عنده، في بعض ملائكة له 70,000 جناح، 70,000 لسان، 70,000 رأس، 70,000 شيء إلى آخره. الله عنده، إن الله على كل شيء قدير، كل مخطر ببالك الله عنده. إيش مخطر لك؟ مخطر لك، مش مخطر لك روس فوق ما كل هذا صحيح.
فالحق سبحانه وتعالى إلا العبد المعرفة ما بقدر سيتي معه بيعي أخانا من طخة يا بنت الدم دخلي ورا الزين يمين في القرعة طالي برا برا فانت برا الجمع للقرعة جيت حبيبة قلبه هي يعني بتق بتق قلبك قال لك قلبه لا تعرف القلب انا كل من شانكم بنات انا جيت ما بهمني ولكن من شانكم بدي تضركم والولد ما عليش على الأوضة ما عليش بس البنت اللي في القرعة ها الولد ما عليش بس البنت ما بصير ما بصير ما بجوا البنت بالقرعة أبدا ولو كان ست سنين ولو سبعة وهكذا بناتي كنا نحن في السير لكن الله لطف بينا بس وإلا ليش ما عرفنا ما نعرف شيء أبدا الله سبحانه وتعالى لطف بينا وقال سيدنا ابراهيم بن ادهم رضي الله تعالى عنه ما صدق الله من احب الشهرة هذا ابراهيم ادهم قبل ان يكمل قبل ان يصير سلطان الزاهدين هذا كان ابوه ملك وعم بطلع الصيد يوم من الايام هو راكب حصان ورايح على الصيد والذي ناد ينادى يا ابراهيم ما خلقت لهذا تفت تفت من اليسار ما في حدا صار ثاني مره يا ابراهيم ما خلقت لهذا تفت من ثالث واحد فهم كمان اجى على راعي بهل الابل الغنم كلها تبعون اجى على راعي قال له بتبدلني سيري قال له لا بدك تستهزئ فيني قال له والله ما بحكي صدق اخذ ثوب الراعي اللي مأمره واعطاه ثياب المملكه الملك هو وساح مع وجهه ترك زوجته حامله في ولد راح بعد سنه سنتين سبعه ثمانيه عشره خمسه جاء الولد سنتين الولد اجا صالح ابوه وينه وين ابوه يقول له ابوك في مكه يوم من الايام سال عمر الولد صار 16 او 17 سنه ومن مين بحكم بكم مو هالبوك هذول في الكمين في الاول لا كان ولاد ابوه كان صادقين صالحين ركب على الحجاز ابوه عمال يطوف حوالي الكعبه يشوف هالولد هالولد قلبه اخذه هو ما بيعرف ابنه قلبه اخذ هالولد اجى الولد سالين ابراهيم ادهم انه يسال ما حدا قالوا بالاشاره هذاك اجى قال له انا انت ابراهيم قال له انا ابنك رفع ايديه قواب قال له يا رب القلب ما بسع سنين يا انا هو يا انا اموت يا اموت ولا ولد ميت ما كان كامل ها الكامل ما بيعملها هي لو كان وقت اذن كامل مرة من وزنس عمره خاص على كل حال قال له القلب ما بسع اثنين يا انا يا هو الولد مات وشالوه وتم هو في 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 الكعبة في مكة تم مد سنين الى ان الحق سبحانه وتعالى من عليه بقى يوم من الايام حتى جلده كتير كان في امن قال له امن ما في كمية راح تصلى ما وجد الثوب ما رأى الثوب أمر كله مدروس دل قال لو علمت الملوك على ما نحن عليه من اللذة لقاتلونا عليه بالسيف فقير رأيته والحمد لله رب العالمين شفناه هادي نعم نعم أين أب أين مال أين خلق أين جاء أين عز كله كذب في كذب ما في غير الله بس اللحظة الواحدة مع الله بقعد مع الله وبفرح وبصير عنده سرور حقيقي محبة حقيقية إلى الله ما بيقابل شيء من الجاف اللي البتة أي عرف من عرف عرف من عرف جنه أظلام وهذا كثير بصير مع الإنسان السالك الصادق
مو ساريت في واحد راح الحجاز واخواني السن ما اعطاني خبر. انا غضبت عليه يعني. صار له خبر لمن اجا قال 2000 ليرة بدي ارجع فيها لمين الفقراء كذا. ولا اجل عندي وليت كذا اجل عندي. انا ما بقعد شو لك يا اخي انا عم بقول لك ازعلت من شانك مو من شاني. يبقى صابك شيء في الطريق بتبغى بتاخذك الكليم جسري. قال توبي بطل عنا خير ان شاء الله. وهكذا بناتي اذا واحدكم بده يروح على محل لازم مو تسيبني لا اقل الدراسه اقول له على المحل الفلاني. هو المريد اعلى من هيك بده يكون لا يقدر يروح يذهب لمحل الا بالاذن. اما ما لنا في الاذن يقول انا رايح كافي. قال في بعض المشايخ يجوا عليهم مريدين اسم مريدين معبين الايش التشنتيات ومهندين ورايحين على الطريق شيخ يتزلنا على الحجاز اول سفر اجي اقول للشيخ اقول ايه هدول ما هيك. لا المريد ما بخطر في قلبه شيء ابدا الا الشيخ قل له اذهب او لا تذهب. هلا في ناس بيعطوني استخارات في ناس بيقولوا لي في الاستخاره بدنا استشاره منك هذا اللي بتريده بيصير. ما كون غالبا استخاره بدها توافق قلبه يعني ممكن مو كل واحد بقدر استخاره تدير بقى تنسى استخاره. ها كان شيخ ياسين موقت الله يرحمه هذا مشهور يبعث لي بعض اوقات استخارات بده صفاء قلب مثل انا مثل قلبي لا ماما ولا بابا ولا دادا ولا ماما ولا صاحب ولا مال ولا حدا عندي الا الله والرسول وانا دول ما بعرف. وهكذا هذا هو الوضع يعني مو انا الوضع من عنده مو من عندي كان من عندي انا هو طم طم الى اخره. وهكذا بنات المريد اللي بده يتشبه بالمريد لازم قبل ما يروح قبل ما يعمل عمل هذا يسأل المريد الصادق ما بسأل الشيخ هو ببعت عليه الشيخ هو بقول له الشيخ هو بأمره الشيخ هو بحكي معه بحكي معه مو مع غيره ما بيجي ياخذ عنه لأنه ما رأيت إلى يومنا هذا كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو سمع بصير. حقيقة ما رأيت واحد مثله على الوجود في شبه في قرب في ممكن هذا لكن مثل كل وجوه ما رأيت لا إنسان ولا رمل ولا ميت ولا تراب ولا عدس ولا حنطة ولا شعير وحده مثل وحده اللي بقدر يجيب لي شيء مثل واحد بعطيش مريد ما يمكن ابدا. شعب في شعير شعب في حنطة شعب في عدس ما في عدس سيء مثل عدس سيء كل وجوه هذا المثل. اما الشبه فيه شبه من جهة فيه ما في ابدا ابدا ادل على القدرة الالهية والسعة ان الله واسع عليم وفي والله واسع عليم. سيدنا نون والآن يصطلون معرفته هذا ملك هذا كيدي بين ايدين الحضر بين العالم العليم العلام وبكتب بلقي إليه الحق سبحانه وتعالى عليم لا يعلمه إلا العارف بالله فقط غيره يعرفه الرسول طبعا هذيك أصول. وهكذا العلم العلم اسمه هذا علم لدن مين اللي ظهر فيه سيدنا الخضر عليه السلام. سيدنا الخضر كثير ناس يظنوا انه سيدنا الخضر اعلم سيدنا موسى هذا لا 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 سيدنا موسى بالاتفاق رسول بالاتفاق امر العزم. سيدنا الخضر مختلف في رسالته عند الله سر رسالته لكن امر العزم قطعا سيدنا موسى اعلى. لكن العلماء كانوا يقولون ما في علم الا اللي الله اعطانا اياه. الله بعث سيدنا الخضر علم الدنيا وكان تلميذ سيدنا موسى يكون سيدنا موسى اعلم اهل الارض كان وقت يزيد يعني هو مظهر للعلماء صار تلميذ بين ايديه حتى يفهم انه عند الله في علوم لا يعلمها الا الله. في كثير من الاولياء الكبار بيقولوا الله عنده 100,000 علم 70,000 كلهم هذا كل واحد معك حسب ما الله اطلعه
والعارف الحقيقي بيعرف، العارف الحقيقي محمد يعني يعلم ان الله على كل شيء قدير. ما الله ما بالضبط ما 100,000 الف ولا مليون، والدنيا ما عندي يوم الله ما هو خالق ابدا ابدا ابدا. ما انا بقول لك الدنيا وما الدنيا، ولك انا دنيا كل شيء اللي ما كان موجود ظهر، هذا اسمه دنيا اسمه حادث. وان الله خلاق، كان الله ولا شاء معه وهو الان على ما عليه كان. ما ادري يوم ما في اله، ما بيمكن، او ما هو خلاق، ما بيمكن هذا ابدا ابدا. والعوالم لا يعلمها الا الله. فالمنظور في الوجود المنظور واحد، لكن الناظر مختلف. الناظر اعتقاده هذا اكثر، هذا زقه اكثر، هذا كذا اكثر، حسب الشخصية. كل ما كان حتى الايمان صفة للشخصية. الاصل في الوجود الشخصية مو الايمان. الشخصية، الشخصية الكاملة عند الايمان ذوق. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. برضى الاله هو الله، والرسول هو الواسطة، والمخلوقات هو الاسلام هو شرع الله، بس غير ما في الوجود. اذا حكم عنه او عليه كله، بل العارف لا يرضى الا بالشريعة فقط المنسوبة الى الله. ولسان انسان شرعي يعرف هاي غير، لكن لا يتكلم الا بالشريعة هي الظاهر. قال سيدنا علي رضي الله عنه: تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لكي تذكر وتعلم، واكتب واصمت تسلم وتسر الابرار وتغيظ الفجار. وقال ابراهيم الادهم: ما صدق الله من احب الشهرة. انسان صادق وبحب حاله غير شهر، اذا الله ما شره كثير ناس متعبدين عبد العارف 100 مرة ما الله أرادون، ما في استعداد. الله حكيم، عالم عليم علام. الله في كثير ناس انه عناية ولكن ما تفهموا. الله يرضى عليك، لا تكن بالعناية، لا شك ولا ريب عناية. ان اني الحق مو عالم، يعلم فلان اللي خلقه اهل ذلك. ذاك ما اتبع بعض المشايخ قال: انت الله جعلك من صغرك، انا قلت انت كذاب، شوف انت كذاب، انا بعلمك تقول. قلت له: قول انت الحق عالم عليم علام من علمه القديم، يعلم اذا امرني باتمر واذا نهاني بنتي. وانت الاسئلة اقصيها قول معلش. فهمتوا بناتي؟ الحق سبحانه وتعالى عالم عليم علام حكيم، ما ضل شيء في محلها. وراكي بعمل عيني هلا في العناية، كنت اسمع في واحد عيني شو عيني شو من شو يقول شو يدري يدري ما صحيحة. العلم بده تطبيق العمل تماما. بل كان احد المشايخ، ثلاثة المشايخ اجوا عندي، بقى الفقير قبل كنت ما اجتمع مع حدا، ما اقعد مع حدا، هدول بده يجتمعوا معي يعني ما بجتمع. قال: من طالع كتاب؟ قال: عال، لكن لي شرط. قال: ما هو؟ قلت له: بدنا نعمل ما في الكتاب. قال: كله. قلت له: قال ما بصير نصر ما. قلت له: لا ما بصير. قال لي: بقى ايش بدي اسوي؟ منين بجيب همت النبهاني؟ ايش همت النبهاني؟ انا رايت اصغر الله في اليدين، ايش همت النبهاني؟ بل النبهاني بل بطيخ. ما رايت له ما مرينا بالمنين، راحوا اخذوا الموت، واخذ محمد وين راح؟ كل اخذوا الموت، ما في غير الله. فاعلم انه لا اله اي لا موجود بالوجود الا الله، ما في فعال مطلق. وان كلياتنا عبيد، وكل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. اما عبد حقي، عبد حقي مو عبد شكلي. ورأى طلحة قوما يمشون معه، فقال ذباب طمع وفراش نار. ليش مش معي؟ ما انا وعي الذباب لما بشوف الدبس او الحلو بيرقد عليه رقد، والفراش بيجي على النار.
وقال سليمان بن حنظلة: بينما نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه إذ رآه سيدنا عمر فعلاه بالدرة، فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع، ليش هيك عم تعمل؟ فقال: إن هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هيدي أخذوها طاقة كذب، ما قال سيدنا عمر كذب، ما هيك، إلا إذا كان هو أراد أن يكون شيخا، أن يكون كبيرا، هو من عنده، هذه صحيح، وهي ما توجد وجود، هي غير كمل. فهذه الناس حتى خصوصا الجنس الوهابي واللي بيمشي مع الوهابي خالصين من زيت من دلبهم، ايه سيدي من اللي انت، هذا كذب كذب قطعا. انا الله جعلني مرجع، مثلا الله هو جعلني مرجع، هالناس هو اللي بعثهم الي، هو بعثهم شراي، الا انا اذا اردت ان اكون ظاهر يضرب ولا لا. انا سيدنا الصديق ما عمل عمليه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل العملية أبدا أبدا. هذا بيقولوها إن فقال زور، فقال: إن هذا ذلة للتابع وفتنة. إيه ما ذلة للتابع وفتنة المتبوع؟ فتنة اختبار يعني، وما متبوع يعني قائد، القائد ما عمل إلا أن الله سبحانه وتعالى جعله قائدا، هذا ما لوضع ولا حدا له عليه سلطة في الوجود أبدا 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 مع الله. إيه إذا كان واحد عمله الزعيم الفش هذا بصير، ذاك التابع مشان ليرات مشان قضاء بصير هذا، لكن هذا جاي بده يطلب الله، ما بعز الله التابع والمتبوع، الله جعله تابع متبوع ينضرب، لا هذا ما أحسن ينضربه أبدا، لا سيدنا عمر ولا سيدنا عمر. بده يخدي العبارات على هيك على صورته، هذا خلط خلط، ما في من يفهم من الخلط، خلطين. وعن الحسن قال: خرج ابن مسعود يوما من منزلي فاتبعه الناس، فالتفت اليهم سيدنا عبد الله بن مسعود، هذا كان ضيف، هذا كان فقيه، فقال: علام تتبعوني؟ فوالله لو تعلمون ما أغلق على بابي ما تبعني أحد منكم. لو كان قال لي واحد شيخ زمان قال لي كذا، أنا لو تعرف شو قال لي كنت صغير أول أمري، ما بدي أسمي شيخ كبير، كان مات الله يرحمه، لو تعرفوا بعد صار متابعنا والحمد لله رب العالمين. وهذا هيك قال له: لو تعرفوا إشي لكنت أنا بحاجة، وكنت ما حدا فتح لي باب أبدا، فوالله لو تعلمون ما أقول على بابي ما تبعني أحد منكم. وقال الحسن: إن خفء النعال خلف الرجال قلما تسوت مع قلوب الحمقى، كويس قلما كويس قليل، وقليل ما هم، أما القليلين القليل في أقل من القليل هم الرجال اللي الله وضعهم أن يكونوا كمل، وضعهم أن يكونوا متبوعين، مو هم جعلها، لا الله جعله متعين، اللهم صعيد. وهذا قليل، في كثير ناس مش وراهم نساء او رجال او ما شابه ذلك، وكان هو راضي بانبساط، هذا بده مو بده مو بده يدرس سيدنا، بده 20 درة نضرب على مخه. وقال الحسن: ان خفق النعال خلف الرجال قلما، هل قلما كويس تسوت معه قلوب الحمقى، المن كمل الكامل، لا يعرف حق. جعلوا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تمشي وراء الصحابة سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي، ما أرسل صلى الله عليه وسلم، ما هو مراده هذا. محمد صلى الله عليه وسلم الله أرسل رسول، قال: وما أرسلناك إلا رحمة قال للعالمين، ما قال للمؤمنين فقط، لا قال للعالمين. وهكذا إلا إذا كان واحد أحمق لسه ما هو كامل، شوف حاله مثل تلبس تنشونات أو تلبس عنبيز أو تلبس شيكويت تزعل حال، لا 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 الأمر غير هيك. إيه إذا الله جعلنا كل شيء، إذا قال إذا أراد أن يقول كن فيكون، لكن ما بقتل هذا الشخص إنه والله ما بقتل يوم إيه مني أنا أحسن من واحد، ما خطر لي
انه انا احسن من خمساني او احسن من صوصو. الله جعله الاراده هكذا يقضي المراد وهكذا. اما انا نفسي من بجوه ورصيف وهذا غلط. قال فضيلة الخمول يتلت بايق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اسعس اغبر. كمان هذا عملك هدول مثل هدوليك ما بعرف الغزال ليش هيك كتيب ما بعرف شو هيك ما تعرف عنه. قال صلى الله عليه وسلم رب اسعس اغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. وقال ابن مسعود يعني الانسان بيكون هذا بالسالك بسمو بالكامل لان الناس ايمانا في عينيها. انا بلبس لكن بلبس الناس ايمانا في عينيهم حتى يفهموني ماني فقير انا غني انا كذا هيك بلبس مو بلبس الناس خلي والله الناس خلي عين طلع الى امي هذه والله يا بناتي بحب البيت اللي فيه حصير او فيه حصير او ما في حصير اوضتي هاي كانت هون كان مجد مكان جميع ثم الفرش المفروشة عندي اوضة ما عندي حصيرة نص الاوضة زريعة مكسرة ما عندي مصاري طبيبي هيك الله سبحانه وتعالى اراد وهكذا ايه بدي اجعل حالي انا شيخي اللي كان يربيني يوم ايام بنت تزوجت هون واحد غني بق بايدي قال لي يلا بدنا ما اقدر الشيخ ما اقدر احكي معه احبه لعنده دخلني دار على دار بنته السيدي من اللي انت قال محل الدين والدنيا اذا اجتمع يجيكم خير قد ما اجى شر مني يا لطيف يا فهمان الدنيا ما عليك سكت ما بقى يقدر يحكي لا زين ولا شيء. انا لهلا ليومي لهذا ما بحبيت الكذا بما انتم بما خاف عليكم كان بتشوفوني يمكن يا لطيف شو بلبس شو باكل شو بعمل. لا الاكل هلا اكلي ما بحب الاكل لون واحد بعزموني ناس بخمني ما اكلتك والله اكلهم طيب كل من عزمه اكلهم طيب لك ما عندي استعداد وما باكل مسكر اذا اكلت مسكر ما بنبسط من زارعي مو هيك من انا صغير باكل لون واحد حتى كان بدي اعمل لحمه شويه ولبن ما بدوق اللبن كاسباع بعد ما يشرب اشرب اللبن بشرب هيك معتاد يعني نعم باكل وبشرب شاي مو هلا لا ما عم بحب الشاي من باكل وبعد ما اكل بشرب شاي ولما يجوب فواكه يعني كانه واحد يقتلني بنزل هيك كانه بدي انزل هزيمه. فضيلة الخمول تكون هو فاتح آمين في إله يعني في الله بيعطيك جرب لو تسمعي حاج أكثر من شو بدك فاتح ايه خملك ركي ودينك يا نعم اسأل الله بي ورداني ايش انت تشغل وتشغل ماء زمزم انا مشوبة لك امين 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 امين